الركن الرابع التوحيد في أفق مرحلة التطبيق النظري والعملي في مستوى عقولنا، قلوبنا، ضمائرنا، وجداننا، نوايانا، أقوالنا، أفعالنا. بالتحديد حتى تكون الصورة واضحة، مرادي من الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية الأثر الذي يتركه اعتقادنا بالأركان الثلاثة المتقدمة على تكويننا الشخصي. هذا هو الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، إنه الأثر الذي يتركه الاعتقاد والتمازج مع الأركان الثلاثة المتقدمة. فحينما تكون عقولنا مذعنة، مصدقة، مقتنعة، قولوا ما شئتم، بالمضامين التي تقدم ذكرها فيما يرتبط بالركن الأول والثاني والثالث، قطعا هذا المعنى لا يتحقق إلا أن يكون الإنسان قد قرأ ذلك، تدبر فيه، استمع إلى حديث كحديثي، تفكر فيه، تفهمه، ربما ناقشه مع نفسه، ناقشه مع الآخرين، قارنه مع ما يقوله الآخرون عن التوحيد. هذا المسار الطبيعي لوصول العقيدة إلى العقول. ما هو الأثر الذي ستتركه هذه العقيدة على تكويننا الشخصي؟ حينما تحدثت عن الركن الرابع وهو التوحيد في أفق التطبيق النظري والعملي في مستوى عقولنا وقلوبنا ونوايانا وأقوالنا وأفعالنا، لا أتحدث عن تفاصيل الأفعال، لا أتحدث مثلا عن طقوس العبادات. العبادة هي العنوان الأبرز لتطبيق عقيدتنا في التوحيد على أرض الواقع، لكن العبادة ليست ركنا خامسا، العبادة تطبيق عملي، وسيأتي الحديث عن العبادة التوحيدية بعد أن أكمل كلامي في الأركان الأربعة. الشأن الثالث في الصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد، الشأن الثالث العبادة التوحيدية. سأحدثكم عن العبادة وعن الترابط فيما بينها وبين ما تقدم الكلام بخصوصه حول أركان عقيدة التوحيد. فحينما أتحدث عن تطبيق نظري وعملي لمضمون عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة، إنني أتحدث عن بناء شخصيتنا، أتحدث عن تكوين عقولنا. فحينما أقرت العقول بالمضامين المتقدمة
فلا بد أن تتسرب هذه المضامين شيئا فشيئا إلى قلوبنا قطعا بإرادتنا. فإذا ما اقتنعت عقولنا بالذي تقدم من كلام وكان لنا اهتمام أن نتدبر وأن نتفكر وأن نتفهم وأن نعيد القراءة وأن نعيد الاستماع وأن نعيد المناقشة وأن نتدبر فيما ذكر من آيات من آيات الكتاب الكريم، أن نتدبر فيما قرئ من أدعية ومن نصوص ومن روايات، ما ذكر من معطيات، قطعا شيئا فشيئا هذه المضامين ستصل إلى قلوبنا. فحينما تكون هذه العقيدة قد ارتكزت ولو بدرجة من الدرجات، لا أقول بدرجة اليقين وإنما بدرجة الاطمئنان، أن العقول قد اطمأنت لعقيدتها وأن القلوب قد لامست هذه المعاني وأخبتت لمضمونها بدرجة من الدرجات، فحينما تتعانق العقول والقلوب مع عقيدة التوحيد هذه، فإن ذلك سينعكس على شخصيتنا، سينعكس على نوايانا، على نيتنا في التعامل مع الله، في التعامل مع محمد وآل محمد، في التعامل مع أوليائهم، في التعامل مع خلق الله من البشر وغير البشر. حينما ننظر إلى الوجود بحسب النظرة التوحيدية التي حدثتكم عنها، وتكون العقول قد تشربت بمضمونها والقلوب قد اعتنقتها ولامستها من قريب أو من بعيد، فإن ذلك سينعكس على طريقة حياتنا وعلى طريقة تفكيرنا وعلى طريقة تعاملنا، خصوصا إذا ذهبنا في البحث عن سائر شؤونات التوحيد الأخرى، وإذا ما ذهبنا في التعامل مع الطقوس والعبادات والأوراد والأذكار بنحو يكون فهمنا لها منسجما مع عقيدة التوحيد التي اقتنعنا وآمنا بها، كل ذلك سيغير نظرتنا للحياة وسيغير نظرتنا للدين بكل تفاصيله وسيغير نظرتنا لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إننا سنكون في تكوين نفسي جديد، هذا هو الذي قصدته من الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد في مستوى التطبيق النظري والعملي. في مستوى التطبيق النظري فإنه بحدود عقولنا، أما في مستوى التطبيق العملي فحينما تلامس القلوب ما استقر في العقول فحينئذ قد دخلنا في مرحلة التطبيق العملي، لأن القلوب هي التي تدفعنا للعمل، العقول ضعيفة في تحريكنا، القلوب هي القادرة على دفع الإنسان. من هنا تلاحظون أن أئمتنا
يوجهوننا دائما باتجاه الحب والبغض، باتجاه الحب الإلهي، باتجاه أن نحب الله وأن نحب كل شيء يرتبط به، وأن نبغض أعداء الله، وأن نبغض كل شيء يبعدنا عن الله. فالحب والبغض، الولاية والبراءة، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وما الدين إلا الحب والبغض، وما الدين إلا الولاية والبراءة. هذه جملة من قواعد التثقيف العلوي، من قواعد المنطق العلوي، من قواعد الفهم والتفهيم العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. لماذا؟ لأن القلوب هي التي تستطيع أن تحركنا، العقول يمكن أن تحركنا لكنها لا تمتلك طاقة عالية كطاقة القلوب تبعث الحركة في الإنسان. فحينما تستقر العقيدة في القلوب بعد أن استقرت في العقول، دخلنا في مرحلة التطبيق العملي، وهذا سيظهر في نوايانا، والنوايا نحن نعرفها، قد تستكشف من الآخرين بسبب آثارها لكنها خفية. نوايانا نحن نعرفها. فإذا استقرت العقيدة في القلوب ظهرت آثارها في النوايا، وظهرت آثارها في طريقة التفكير والتقييم، وفي ميزان الحب والبغض. وسنبدأ نرتب قائمة أولوياتنا. بناؤنا الشخصي، تكويننا الفكري سيكون مصبوبا وفقا للعقيدة التي تشربت في العقل والقلب. هذا هو الذي قصدته حينما حدثتكم عن الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد، إنه التوحيد في أفق التطبيق النظري والعملي لما تقدم ذكره من عقيدة في الأركان الثلاثة من أركان عقيدة التوحيد، إنه الركن الأول والثاني والثالث. خلاصة القول: الشخصية التي سنكون عليها بعد أن تستقر عقيدة التوحيد بأركانها الثلاثة في عقولنا وقلوبنا. نذهب إلى فاصل. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، سبحانك يا لا إله إلا مر علينا في الحلقة الماضية تعريف إمامنا الرضا صلوات الله عليه للتوحيد في جملة قصيرة موجزة. أنا أقرأ عليكم من كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 47، إنه الحديث السادس بسنده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن التوحيد فقال: هو الذي أنتم عليه. جملة موجزة ومختصرة ويسهل حفظها. التوحيد هو الذي أنتم عليه. ما الذي نحن عليه؟ الذي نحن عليه، نحن على بيعة الغدير. إنها بيعة الغدير المحمدية التي مر الحديث عنها في شؤون النبوة الخاتمة في وجهها الثابت ووجهها المتحرك. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. بحسب بيعة الغدير فإن التوحيد سيكون بحسب البيانات التي قدمت، فهذا هو الذي نحن عليه. لأن التوحيد الذي أنتم عليه وفقا لحوزة النجف لا علاقة له بالتوحيد الذي هو في أجواء بيعة الغدير، في أجواء ثقافة محمد وآل محمد. توحيد حوزة النجف إنه من بقايا توحيد مرحلة التنزيل، وأضافوا ما أضافوا إليه من هراء الأشاعرة والمعتزلة. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، فهذا التعريف الموجز هو الذي أنتم عليه، الذي فاضت به
شفاه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا التعريف إذا أردنا أن نفصل مضمونه فما تقدم من كلام في الحديث عن الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية سيكون شرحا مناسبا لهذا التعريف، قطعا ليس شرحا كاملا، لأن الشرح الكامل يكون بتمام ما سيتم بيانه في كل خارطة العقيدة السليمة إلى نهاية هذه الحلقات التي عنوانها أعرف إمامك. إلى نهاية هذه الحلقات سيكتمل شرح هذا التعريف. التوحيد، تذكروا دائما، هو الذي أنتم عليه، وتذكروا أيضا ما مر من تعريف للشيعي، فالشيعي هو العارف بإمام زمانه، يعني هو الذي على ما أنتم عليه يا أيها الشيعة. إذا كنتم شيعة للحجة بن الحسن لا كما أنتم، فإنكم شيعة لمراجع النجف. مراجع النجف شيء، دينهم شيء، عقيدتهم شيء، شيعتهم شيء، والحجة ابن الحسن شيء، دينه شيء، توحيده شيء، عقيدته شيء، وشيعته شيء آخر. هذه هي الحقيقة الواضحة التي كل ما تقدم من معطيات في هذه الحلقات تثبتها بشكل واضح وجلي. في حلقتنا الماضية قرأت عليكم الآية الأخيرة من سورة القصص، وهي الآية 88 بعد البسملة، وقلت لكم من أنني سأعود إليها كي أشخص لكم الأركان الأربعة التي مر الكلام عنها. الركن الرابع حدثتكم عنه بشكل إجمالي، لابد أن أفصل الكلام بخصوصه وسيأتينا، وهذا هو جزء من تفصيل الكلام بخصوص الركن الرابع. ماذا قالت الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الركن الأول، التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية. ما قبلها ليست زمانا، ما قبلها حقيقة، ما قبلها رتبة. ضربت لكم مثالا في قضية التقدم في المراتب، حركت يدي فتحرك المفتاح، أمثلة حسية تقرب من وجه
وتبعد من وجوه كثيرة، لكنني أدعوكم للنظر إلى الجهة التي أحددها لكم في المثال. حركت يدي فتحرك المفتاح. إذا أردنا أن ننظر إلى الجهة الزمانية فإن الوقت واحد. في الوقت نفسه الذي أحرك يدي فإنني أحرك المفتاح، فحركة يدي وحركة المفتاح في آن واحد، لكن في عالم الحقيقة، في عالم المراتب، فإن حركة اليد تتقدم على حركة المفتاح. لماذا؟ لأن حركة اليد هي العلة الفاعلة، وحركة المفتاح هي المعلولة المفعولة. فحركة المفتاح معلول مفعول لفاعل، والفاعل حركة اليد. في الوقت نفسه تكون حركة اليد مع حركة المفتاح، لكن في الرتبة والمنزلة، فحركة اليد أعلى رتبة هي الفاعلة. ولولا حركة اليد فإن حركة المفتاح لا تتحقق. فحينما أتحدث عن الحقيقة المحمدية وأقول ما قبل الحقيقة المحمدية، إنني لا أتحدث عن زمان، فليس هناك من زمان. الزمان من آثار عالم الطبيعة، نشأ من حركة الأفلاك. على الأقل نتحدث عن زماننا الذي نعرفه في عالمنا الذي نعيش فيه. أما حينما أتحدث عن الحقيقة المحمدية فليس هناك من زمان، هناك وعاء، هناك قيد، إنه قيد الخلقية والعبودية. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. ولا أقارن بين وجوده سبحانه وتعالى وبين وجودها، فوجود الحقيقة المحمدية وجود ظلي بالنسبة إلى وجوده سبحانه وتعالى. هذا الخطاب القرآني خطاب منزل لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا خطاب منزل إلينا، والله سبحانه وتعالى هو الغني المغني ونحن الفقراء إليه. هذه الحقيقة تنطبق على المخلوق الأول، أعني الحقيقة المحمدية، بنحو أقوى مما تنطبق علينا. لماذا؟ لأن العطاء الذي وصل إلينا بحدود أوعيتنا، وأوعيتنا صغيرة لا قيمة لها بالقياس إلى وعاء الحقيقة المحمدية. فكلما عظم العطاء كلما زاد الافتقار، وكلما قل العطاء كلما قل الافتقار. فالحقيقة المحمدية هي الأعظم غنى بالنسبة لنا، وهي الأعظم افتقارا وحاجة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد في الأفق الأول، وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو.
التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا الكلام بخصوص الحقيقة المحمدية ينطبق عليها منذ بداية نشأتها، وإلى ما شاء الله، منذ بداية نشأتها وإلى ما شاء الله، وسبحانه وتعالى خلقها للبقاء وما خلقها للفناء، إنها وجهه الباقي ووجهه الدائم. كل شيء هالك إلا وجهه. الحديث هنا ليس عن يوم القيامة، وإنما يوم القيامة مصداق من المصادق. الأشياء في هذه اللحظة هالكة، فهي محكومة بالهلاك، هي مقيدة بالهلاك. المخلوق الذي ليس مقيدا بالهلاك وجهه فقط، وجهه باقي. أما أنا وغيري وهذه الأجرام العظيمة وهذه الملائكة المقربة، الجميع مقيدون بالهلاك. يمكنني أن أقرب الفكرة بمثال يقرب من وجه ويبعد من وجوه، كالحكم الذي تصدره المحاكم مع وقف التنفيذ. مثال تقريبي بوجه من الوجوه، نحن محكومون بالهلاك ونحمل أسباب الهلاك في وجودنا، فبقاؤنا بمبق، بقاؤنا بمبق. هناك سبب لبقائنا، وهذا السبب لبقائنا مرتبط بمشيئة الحقيقة المحمدية. أما الحقيقة المحمدية فهي باقية، لأنها وجه الله، ولأنه سبحانه وتعالى خلقها بنفسها، فهي تحمل سر بقائها في ذاتها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أما نحن فسبب بقائنا هو بفيض، بمبق يصل إلينا من الحقيقة المحمدية. ولذا سنمر بمرحلة الفناء، والفناء ما هو العدم؟ إنه الاندثار، حيث تتلاشى الفاعلية والفعلية إلى الصفر، وترتقي حالة الانفعالية إلى أعلى درجة، إلى 100%، إنه الاندثار. إذا أردتم التفصيل في هذا عودوا إلى برنامجي دليل المسافر، من برامجي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. عودوا واطلعوا على تفاصيل هذا البرنامج، ومن جملة الموضوعات التي طرحتها فيه موضوع الفناء، ومن أن الفناء ليس عدما وإنما هو اندثار، لأن الله خلقنا للبقاء وليس للعدم.
هذا موضوع فيه تفصيل طويل لا أريد أن أتحدث عنه، لكن الخلقيات في هذه اللحظة، وحينما أقول في هذه اللحظة لتقريب الفكرة، فإن الكلام لا يقاس بالزمان، ولكننا ماذا نصنع لتقريب هذه الأفكار إلى الأذهان التي اعتادت أن تستأنس بالمعاني الحسية وأن تقيس الأمور بحواسها وبقواعد الأزمنة والأمكنة؟ ما هذا هو الذي نحن عليه؟ نحن نستأنس بما هو حسي أكثر مما نستأنس بما هو معنوي، بما هو غيبي، بما هو حقيقي يتجاوز الحواس. على أي حال، أعود إلى الآية، فإن الآية هنا حين قالت كل شيء هالك إلا وجهه، هم قالوا نحن وجهه، وقرأت عليكم الأحاديث. فالآية هنا تتحدث عن الحقيقة المحمدية التي كانت ولم يكن معها شيء، والكلام هو هو الذي ذكرته قبل قليل، كان الله ولم يكن معه شيء. الحديث عن الحقيقة المحمدية هنا هو هو، فإن الحقيقة المحمدية لم يكن معها شيء، وإلى هذه اللحظة لم يكن معها شيء. فوجود الخلقيات بالقياس إلى وجودها وجود شبحي، وجود ظلي، فلم يكن معها شيء. فهذا المضمون كان الله ولم يكن معه شيء لم يتغير بالنسبة له سبحانه وتعالى. والحقيقة المحمدية بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء، لم يتغير هذا المضمون بالنسبة لمرتبتها ولوجودها، لأن وجودنا بالقياس إلى وجودها وجود شبحي، وجود ظلي. نحن قائمون بوجودها، مثلما الحقيقة المحمدية في مثال المرآة وصاحب الصورة والصورة في المرآة، قلت لكم من أن الحقيقة المحمدية هي المرآة والصورة، أما نحن صورة من دون مرآة، نحن صورة من دون مرآة. الحقيقة المحمدية مرآة وصورة، هناك الأصل، وهذا الأصل وقف أمام المرآة، إنه صاحب الصورة. الحقيقة المحمدية في هذا المثال هي المرآة والصورة، لأن الله خلقها بنفسها، فمرآتها منها والصورة هي هي، فالمرآة والصورة هي الحقيقة المحمدية. أما نحن صورة في مرآة، المرآة ليست لنا وليست جزءا منا، فالحقيقة المحمدية صنعت لنا مرآة
هي صفحة الوجود ونحن صورة على صفحة الوجود. نحن كصورة طافية على الماء، الماء ليس لنا، الماء لصاحب الماء. نحن صورة فقط، هذه الصورة صورة طافية على الماء، والماء ماء الحقيقة المحمدية، لأننا خلقنا بها، بينما هي خلقت بنفسها، خلقها الله بنفسها، خلق المشيئة بنفسها، فالمرآة والصورة هي هي. فارق كبير، مثل ما قلت لكم، أنا أحسن الخالقين وهؤلاء خالقون عظام، أنا خلقتهم وأنا عظمتهم، وأنتم مخلوقون، أنتم صور طافية على ماء، وهذا الماء عائد بكله إلى الحقيقة المحمدية، إلى مالكه الأصلي. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. أتمنى عليكم بعد البرنامج إذا وجدتم فرصة أن تذهبوا إلى هذه الآية وأن تتدبروا فيها وفقا للمعاني التي بينتها لكم في الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية. الركن الأول: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، الركن الثاني، له الحكم، الركن الثالث، الركن الثالث يمكننا أن نتلمس معناه في الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب الشريف. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان الذي نستأذن به لزيارة السرداب الشريف وحتى لزيارة حضراتهم المقدسة؟ فماذا نقول؟ الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمان. دققوا النظر معي: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمان. هذا هو مضمون الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. تلاحظون أن النصوص تتلاقى، تتعانق، تتطابق. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على علم كلامهم، حيث شتتوا لنا ديننا ودمروا لنا عقيدتنا. له الحكم، هذا هو
الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، وإليه ترجعون. هذا هو الركن الرابع، حينما تبنى عقولنا وقلوبنا وشخصياتنا، وحينما تتكون شخصيتنا التوحيدية وفقا للعقيدة السليمة التي تستقر في العقول والقلوب، فإننا إليه راجعون. حينئذ حينما نقول في كل حال، لا في حال المصيبة، حتى في حال الفرح والسرور، إنما وجهت الأنظار إلى هذا الذكر في حال المصيبة، لأن الإنسان في حال المصيبة قد يخسر توجهه الصحيح، وقد يخسر نيته الصحيحة وعقيدته الصحيحة، فلذا لابد أن يعلم، لابد أن يوجه، أن يكون عقلك وقلبك ولسانك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا في الفرح أيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. في كل حال من الأحوال، مع كل نفس من أنفاسنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن راجعون إليهم، يا أبو الخلق إليكم وحسابهم عليكم. نحن راجعون إليهم، راجعون إلى الله، راجعون إلى وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهذا الوجه نتوجه إليه في الحياة وعند الاحتضار وعند الموت وبعد الموت وبعد البعث وعند الصراط وفي الجنان في كل آن من الآنات وفي كل تجل من التجليات. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو الركن الأول، كل شيء هالك إلا وجهه الركن الثاني، له الحكم الركن الثالث، وإليه ترجعون الركن الرابع. هذه الحقائق موجودة في كتاب الله من أوله إلى آخره. المشكلة ليست في كتاب الله، المشكلة ليست في تفسير علي وآل علي، المشكلة ليست في بيعة الغدير، المشكلة فينا. رجعنا إلى جهة وإلى أناس لا علاقة لهم بالتوحيد، ولا علاقة لهم ببيعة الغدير، ولا علاقة لهم بتفسير قرآن محمد وآل محمد، ولا علاقة لهم أصلا بمحمد وآل محمد. هؤلاء يتوهمون شيئا آخر حينما يتحدثون عن محمد وآل محمد، يتحدثون عن أشخاص وكائنات لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد الذين حدثنا عنهم قرآنهم وحدثونا هم عن أنفسهم. أما هؤلاء القوم الذين يوصفون بأنهم آيات الله العظمى، يتحدثون عن كائنات أخرى لا أدري من هم. هذه هي الحقيقة، وهذه هي مشكلتنا. نحن طرقنا أبواب أناس لا علاقة لهم بالحاجة التي نبحث عنها. نحن نبحث عن توحيد محمد وآل محمد، لكننا طرقنا أبواب أناس لا علاقة لهم لا بالتوحيد ولا بمحمد وآل محمد. أولئك أناس عندهم
دينهم الخاص بهم، لكنهم ضحكوا علينا وكذبوا وخانوا ودلسوا ولبسوا، سرقونا، سرقوا عقولنا، سرقوا قلوبنا، سرقوا عقائدنا، سرقوا ديننا، سرقوا دنيانا، سرقوا آخرتنا، وسرقوا أموالنا. هذا هو الواقع الذي مات عليه أجدادنا وآباؤنا، وها نحن عليه إلى الآن، ويبدو أنه سيستمر. الشيعة فرحون وفرحون جدا من أنهم حمير لمراجعهم، أتحفون رجاء بالوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركبهم يعني خلاقة أغاميشيني مرتون خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوكي حركة صدوني فقش ديخ عربية فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، هذه الرواية قرأتها عليكم في آخر الحلقة الماضية، أعيد قراءتها كي يترابط كلامي مع الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص التي كنت أحدثكم بشأنها قبل قليل. صفحة 147، الحديث 9، بسنده عن ابن أبي يعفور، وهو شخصية شيعية معروفة. ابن أبي يعفور يقول: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، ذات متفردة. مر الحديث قبل قليل. هذا هو الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد. إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره. الإمام الصادق مستمر، ذكر لنا هنا الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد، يحدثنا الآن عن الركن الثاني. خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه فنحن هم. الحديث عن تفويض أمر الدين إليهم مصداق، فإن الله فوض أمر التكوين إليهم قبل أمر التشريع، إنها الحقيقة المحمدية العظمى. لكن الأئمة يتحدثون بلسان يكون مناسبا للمتلقي. إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، هذا الركن الأول. خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه فنحن هم،
هذا الركن الثاني في أفق الحقيقة المحمدية. ثم يقطع الإمام كلامه قائلا: يا ابن أبي يعفور، جعل فاصلا يريد أن يجعل الحديث عن الركن الثالث مفصولا عن الركن الثاني كي لا يلتبس الأمر. يا ابن أبي يعفور، نحن حجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه، ووجهه الذي يؤتى منه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، ووجهه الذي يؤتى منه، وعينه في بريته، ولسانه الناطق، وقلبه الواعي، وبابه الذي يدل عليه، ونحن العاملون بأمره والداعون إلى سبيله. لماذا كل هذا التفصيل في الركن الثالث؟ لأننا مكلفون بالركن الثالث، نحن لا ندرك شيئا من حقيقة التوحيد في الركن الأول، ولا ندرك شيئا من حقيقة التوحيد في الركن الثاني. نحن نتعامل بشكل مباشر مع الركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد، نعتقد بمضمون الركن الأول، نعتقد بمضمون الركن الثاني، نعبد الله على أساس اعتقادنا بكل هذه الأركان، لكننا عمليا نتعامل مع من؟ هل نتعامل مع الله الذي يريد أن يتعامل مع الله؟ إنه يتعامل مع المطلق، سيتعامل مع الأوهام، سيتعامل مع توهمه. وما توهمتم شيئا إلا كان من خلقكم، هذه قاعدة أساسية في التوحيد. ما توهمتم شيئا إلا كان من خلقكم. فنحن لا نستطيع أن نتعامل بشكل مباشر مع الذات الأولى، ولا نستطيع أن نتعامل بشكل مباشر مع الحقيقة المحمدية، نحن نتعامل بشكل مباشر مع هذا الظاهر لنا من وجه الحقيقة المحمدية، وإلا فالوجه الخفي والباطن نحن لا نعرف منه شيئا، إنما نعلن إيماننا به تسليما حين نقول نؤمن بظاهركم وباطنكم. نحن نتعامل مع ظاهرهم، وليس لنا من قدرة على أن نحيط بحقيقة ظاهرهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أنا أحسن الخالقين كما قال سبحانه وتعالى، وهؤلاء خالقون عظام أنتم مخلوقون. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، هذا هو واقعنا. تذكروا المثال الذي ضربته لكم، البث المباشر، هناك الاستوديو وهو الأصل، وهناك هذه الأمواج ومنظومة البث والإرسال والاستلام الوسيط، وهناك جهاز التلفزيون، وهناك أنتم. الحالة التي تكون عندكم هي الركن الرابع، جهاز التلفزيون هو الذي تتعاملون معه، هذا الركن الثالث. الأمواج وأجهزة البث
والإرسال والاستلام الركن الثاني. الاستوديو هو الركن الأول. أنتم لا تستطيعون التواصل مع الاستوديو ولا تستطيعون التواصل مع منظومة الأمواج ومع منظومة أجهزة البث والإرسال والأقمار والاستلام، وإنما تتواصلون مع ما يظهر لكم من التلفزيون. حتى مع التلفزيون لا تستطيعون أن تتواصلوا مع كنهه. إذا ما حدث فيه عيب هل تستطيعون أن تصلحوا عيبه؟ لا تستطيعون أن تصلحوا عيبه. لا تعرفون المكونات التي صنع منها هذا الجهاز، وإنما تتعاملون مع أبجديات معينة. كيف تشغلون هذا الجهاز؟ كيف تنظمون صورته؟ كيف تستطيعون أن تتواصلوا معه؟ هذا هو الذي نحن ندركه منهم. لكن في الوقت نفسه أنتم مرتبطون مع منظومة البث والإرسال والاستلام، مع هذا الفضاء، مع نظام الأمواج في هذا الكون. أنتم مرتبطون بوجه من الوجوه عبر جهاز التلفزيون، وكذلك أنتم مرتبطون مع الاستوديو في الوقت نفسه، لكن من دون مباشرة. فأنتم لا تستطيعون أن تنقطعوا عن منظومة البث والإرسال والاستلام. إذا ما قطعتم أنفسكم عن ذلك فليس هناك من صورة ستبقى، ولا تستطيعون أن تقطعوا منظومة البث والإرسال والاستلام عن الاستوديو. إذا ما قطعتموها فليس هناك من صورة، هي منظومة واحدة، لكنكم لا تستطيعون التواصل بشكل مباشر مع الاستوديو، ولا تستطيعون التواصل المباشر مع الأمواج عبر الفضاء، ولا مع أجهزة البث والإرسال والاستلام، بل لا تستطيعون التواصل مع تكوين جهاز التلفزيون. إنما عندكم من الإمكانات التي تجعلكم تتواصلون مع ظاهر جهاز التلفزيون. فهناك آثار وتأثيرات من خلال تواصلكم مع ظاهر التلفزيون ستنطبع في عقولكم وقلوبكم. بالضبط هو هذا الذي يحدث معنا. الأمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، ولكن انظروا إلى الجهة التي أحدثكم عنها فقط، لا تنظروا إلى الجهات الأخرى. فالإمام هنا فصل في الجهة الثالثة، وهذه القضية واضحة في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، وحتى في الكتاب الكريم. إذا أردنا أن نجمع كل الآيات التي تحدثت عن عقيدة التوحيد وفسرناها بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. إذا ذهبنا إلى تفسير علي وآل علي كما أفعل في هذا البرنامج وفي سائر برامجي تطبيقا لمضمون بيعة الغدير، إنها البيعة المحمدية التي حدثتكم عنها في شؤون النبوة الخاتمة. عودوا إلى تلكم الحلقات كي تتأكدوا من صدق بيعتكم الغديرية. أعود إلى الرواية الشريفة. إذن هنا حدثنا إمامنا الصادق عن الركن الأول،
إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره. ثم حدثنا عن الركن الثاني: خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه فنحن هم. ثم انتقل إلى الركن الثالث وهو الأهم عمليا بالنسبة لنا: يا ابن أبي يعفور، انتبه لي يا ابن أبي يعفور، أنت هنا في الركن الثالث، توحيدك هنا. يا ابن أبي يعفور، نحن حجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في بريته ولسانه الناطق وقلبه الواعي وبابه الذي يدل عليه ونحن العاملون بأمره والداعون إلى سبيله. ثم انتقل إلى الركن الرابع الذي يتعلق بنا: بنا عرف الله. هذا مرتبط بنا، بنا عرف الله. من هم الذين عرفوا الله؟ نحن. هذا هو الركن الرابع. الآثار التي تظهر في تكويننا العقلي وفي بناء شخصيتنا من خلال ما ينطبع في عقولنا وفي قلوبنا من العقيدة السليمة بحسب مضامين الأركان الثلاثة المتقدمة. بنا عرف الله وبنا عبد الله، هذه هي الآثار التي تظهر في تكويننا العقلي والقلبي والشخصي. بنا عرف الله وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله. الرواية واضحة وكل الروايات هكذا، كل الأحاديث هكذا. المشكلة في عقيدة التوحيد في واقعنا الشيعي من أن عقيدة التوحيد التي ثقفت الشيعة عليها لا علاقة لها بتوحيد محمد وآل محمد، إنه توحيد الأشاعرة والمعتزلة مع عمليات تدليس وتلبيس وكذب وتدجيل، بحسن نية بسوء نية، بغباء، باهتمام لما يقوله النواصب لأي شيء. بالنتيجة هذا الذي يقال له توحيد في الثقافة الشيعية وتحديدا في حوزة النجف وبشكل أخص في الكتب العقائدية والكلامية، لا هو توحيد ولا بطيخ ولا شيء آخر، هذا ضلال في ضلال في ضلال. نذهب إلى فاصل. يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري.
ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغام. لا زال الحديث يتواصل في أجواء الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية. ومثلما قلت لكم قبل قليل، فإن مدار الحديث هنا يرتبط ببناء عقولنا، بتكوين قلوبنا، بما ستكون عليه شخصيتنا ابتداء من عميق الفطرة ومكنون الضمير، وانتهاء إلى ما يرشح عن عقولنا وقلوبنا على واقعنا الإنساني، على واقعنا الديني، وعلى واقعنا الشخصي. الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم، الآية مهمة جدا، لكنني لا أجد وقتا كي أقف عند كل تفاصيلها، إنما أذهب إلى جهة واحدة مباشرة ترتبط بحديثي. الآية كلها: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ومر علينا الدين القيم، حدثنا عنه أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية من أنه هو نفسه دين القيمة، فالدين القيم هو هو بذاته، مثلما أخبرنا سيد الأوصياء في حديث المعرفة بالنورانية. الحقائق تتعانق تعانقا عجيبا. أعود إلى الآية. قلت لكم الآية تشتمل على كثير من المطالب المهمة، لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة بخصوص هذه الحلقة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، خصوصا إذا ما ابتلوا بمراجع كمراجع النجف، لأنهم هؤلاء هم أنفسهم جهال، لا يفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد، ما يفقهونه يفقهون دين النواصب، يفقهون دينا أسسه الطوسي، ومن جاء من بعد الطوسي أسسوا لهم دينا وساروا عليه، هذا هو الذي يفقهونه.
أما أنهم هل يفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد؟ وحق الحسين لا يفقهون شيئا. هذا على الأقل من وجهة نظري، لكنني لا أقول هذا الكلام جزافا، من خلال معرفتي بمنهجهم، من خلال تحقيقي في كل كتبهم، من خلال معرفتي بكل عقائدهم، من خلال معرفتي بواقع دينهم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية جعلت جوهر حديثها عن الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفة، الذي جذره وأساسه فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا هو جذر الدين. وحينئذ فهذا هو جذر شخصيتنا الدينية، جذر تكويننا الديني. إذا أردنا أن يكون تكويننا الديني منسجما مع عقيدة التوحيد الصحيحة بأركانها المتقدمة، هذه الفطرة ماذا يقول عنها آل محمد صلوات الله عليه؟ هذا هو كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، الطبعة نفسها صفحة 321، الحديث السابع، إنه الباب 53، باب فطرة الله عز وجل الخلق على التوحيد. الحديث السابع بسنده عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر مولى الباقر. مولى أبي جعفر كان خادما عند إمامنا الباقر، عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الآية نفسها التي قرأتها عليكم، الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم. عبد الرحمن ابن كثير ينقل لنا تأويل هذه الآية، تفسير هذه الآية، بيان حقيقة هذه الآية من شفاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إمامنا الصادق هكذا يقول في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد، يشير إلى لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد، التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين. وهذا هو التوحيد، وإنما الإمام استعمل عنوان التوحيد لأن المتلقي هكذا يفهم من أن التوحيد هو لا إله إلا الله، فاستعمل الصيغة الشائعة لدلالة هذا العنوان. فما هي الفطرة؟ الإمام يقول الفطرة هي التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين. هذا هو تأويلهم لقرآنهم، وهذا هو شرحهم للفطرة التي نحملها نحن. هذه الفطرة في أصلها. فإذا أردنا أن نمازج بين عقيدة التوحيد وبين نفوسنا، لابد أن تأتي عقيدة التوحيد منسجمة مع فطرتنا. أنا أسألكم بالله، عقيدة التوحيد
التي في كتب علماء النجف هل لها من علاقة مع هذه الفطرة؟ إنها تتنافر جملة وتفصيلا مع هذه الفطرة. عقيدة التوحيد عند علماء النجف كلام يذكره علماء الكلام عن صفات إيجابية وصفات سلبية، عن صفات ذاتية وعن صفات فعلية، ويدخلون في تفاصيل التوحيد الذاتي والتوحيد الصفات والتوحيد الأفعال، هذا إذا أرادوا أن يسهبوا في شؤون التوحيد، وإلا فالحكاية تكون محصورة بأدلة لإثبات وجوده ولإثبات وحدانيته مع حديث كلامي عن صفاته سبحانه وتعالى. ولا خبر عن كل تلك المعطيات التي تحدث عنها القرآن المفسر بتفسيرهم، وتحدثت الأدعية والزيارات والنصوص الهائلة والهائلة جدا. يأتوننا بتوحيد لا ينسجم مع الفطرة مطلقا. ما هي هذه الفطرة؟ هذا قرآنهم يتحدث عن دينهم وعن الفطرة التي هي جذر الدين عند الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه هي الفطرة، وإنما يغيرها يبدلها الواقع الذي يعيشه الإنسان، تربية الآباء والأمهات، ما يتلقاه من ثقافة ومن تعليم في المدارس الدنيوية أو في المدارس الدينية، من علماء الدين أو من علماء العلوم الأكاديمية. بالنتيجة الإنسان يتلقى ويتعلم ويتدرب، كل ذلك هو الذي يغير هذه الفطرة. يفترض بعلماء الدين أن يعلموا علوما تأتي منسجمة مع هذه الفطرة، ومن أن الفطرة ستشرق وتشرق في أعماقنا لأجل أن نترقى كي نتمكن من أن نحصل البصيرة. فإن البصيرة لا يمكن أن نحصلها من دون أن تشرق الفطرة في بواطننا. ماذا يقوم علماء النجف؟ يأتوننا ويطمسون فطرتنا. ظلام الأعراف والتقاليد وظلام الثقافة البعيدة عن آل محمد، ثم يأتون بدل أن يزيلوا هذا الظلام يزيدون الظلام ظلاما أسوأ، ظلمات فوقها ظلمات. هكذا يفعل بنا مراجع النجف بعقائدهم ودينهم الضال البعيد عن محمد وآل محمد. لو كانوا يدركون مضمون فطرتهم لما قالوا لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. هؤلاء فطرتهم مطموسة، هؤلاء لا بصيرة لهم، هؤلاء لهم آذان ولكن لا يسمعون بها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها،
ولهم قلوب وعقول ولكن لا يفقهون بها. هؤلاء شر من الأنعام، القرآن وصفهم من أنهم أضل سبيلا من الأنعام، هذه هي حقيقتهم. لو كانت فطرتهم مشرقة وكانت تشرق بحقيقة معناها مثلما شرح لنا إمامنا الصادق مضمون الفطرة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، هل كانوا يجرؤون ويصدرون الفتاوى من أن ذكر علي بالعنوان الواجب في التشهد الوسطي والأخير؟ هم حتى بالعنوان المندوب ينكرونه ويعدون ذلك مبطلا للصلاة. من سود الله وجوههم، ذكر علي يبطل الصلاة؟ هذا هو فقه حوزة النجف، وهذا هو دين حوزة النجف، وهذه هي عقيدة حوزة النجف، هذا هو الذي جنيناه منهم. ففروا، فروا من عقائدهم، فروا من دينهم، خلصوا أنفسكم، اطلبوا النجاة من هؤلاء. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم الذي يبتني على الفطرة الصحيحة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ذلك الدين القيم. رسول الله يقول من أن صلاتكم هي وجه دينكم، فهذا يعني أن دينكم ليس قيما، لأن صلاتكم ما فيها ذكر واجب لعلي بن أبي طالب. ذلك الدين القيم. الدين القيم هو الذي يبتني على الفطرة السليمة، والفطرة السليمة شرحها لنا إمامنا الصادق، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. طهروا 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 أنفسكم بذكر علي، طهروا دينكم، دينكم نجس من دون ذكر علي، صلاتكم نجاسة من دون ذكر علي. طهروا 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 صلاتكم بذكر علي بهذه النية، بنية الوجوب القطعي، بنية أن ذكر علي يطهر صلاتكم النجسة التي علمكم إياها مراجع النجاة. هذه صلاة نجسة، طهروها 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 بذكر علي كي تنسجم صلاتكم مع الدين القيم، لأن الدين القيم ينطلق من الفطرة الصحيحة. هذا هو قرآن محمد وآل محمد، وهذا هو تفسيرهم. ما أنا قرأت عليكم من قرآنهم وقرأت عليكم تفسيرهم، ما جئت بشيء من عندي، هذه هي بيعة الغدير، وهذا هو مضمونها. أفلا تريدون أن تكونوا أوفياء لعلي في بيعته الغديرية؟ القرار إليكم، القرار إليكم. تدبروا في هذه الآية، إنها الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم. ما عندي من وقت، وإلا لحدثتكم كثيرا في أجواء هذه الآية الشريفة، لكنني أشرت إلى أهم نقاطها. ذلك الدين القيم الذي قال عنه أمير المؤمنين هو دين القيم. ذلك الدين القيم أساسه هذه الفطرة،
فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي حدثنا عنها صادق العترة، من أن فطرة الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. والصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وجه دينكم، فلا تقبحوا وجه دينكم وزينوه، زينوه بذكر علي، مثلما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي. ذكر علي زينة للعقول، وذكر علي زينة للقلوب، وذكر علي زينة للأنساب والأحساب، وذكر علي طهارة للنفوس، وذكر علي زينة للمجالس وتطهير للألسنة. إذا أردتم أن تطهروا ألسنتكم فقولوا يا علي يا علي، وإذا أردتم أن تطهروا صلاتكم النجسة التي علمكم إياها مراجع النجف الأنجاس، أتحدث عن نجاستهم المعنوية، عن نجاسة عقولهم التي تنجست بعقائدهم النجسة القذرة التي خالفوا فيها عقائد محمد وآل محمد. طهروا صلاتكم بذكر علي بهذه النية، بنية أن ذكره هو واجب بل أوجب الأذكار في الصلاة. تذكروا الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فولاية علي بحسب الآية أعلى شأنا من التوحيد ومن النبوة، الله هو الذي جعلها لست أنا. الآية صريحة، فذكر علي هو الأوجب وهو الأعلى شأنا في صلواتنا. طهروا صلواتكم الواجبة والمندوبة النجسة. لماذا نجسة؟ لأن الذين علموكم إياها أنجاس، عقولهم نجسة، وإلا لما أصدروا الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. ألا قبح الله عقولهم، وقبح الله قلوبهم، وقبح الله عقائدهم، وقبح الله وجوههم، وقبح الله عمائمهم، وقبح الله فتاواهم، وقبحهم الله في كل اتجاهاتهم. علموكم على صلوات نجسة، وشيعة ماتت أجيال أجيال تصلي صلاة نجسة بسبب هؤلاء الأنجاس، بسبب هذه الحوزة النجسة. أتحدث عن نجاسة معنوية، عن قذارة معنوية في عقولهم وقلوبهم وعقائدهم وفقههم وفتاواهم. هذا هو الذي أقصده. وقت الحلقة طال، وما تكلمت إلا بنزر يسير من الذي كنت ناويا أن أضعه بين أيديكم في هذه الحلقة. سأكمل غدا إن شاء الله تعالى، ولكن قبل أن أودعكم نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية،
أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.